علي عطيته عطيته قول له رش علي البلد كله اللي قدامي اذا ما ضربتش ولا فيه امرك حجي يلا شفتها يا ابو يحيى شفتها وين؟ شفتها اخوي شفتها يلا اعطيه لفوق بعد اعطيه قول له اعطيه علامه لفوق يلا حبتي الله اكبر بالانتقال لموقع اخر جولة ميدانية مع المجاهدين على جبال الشيخ حيث سيقوم المجاهدون هنا بالتجهيز لدك الحواجز بالاعتماد على طبيعة البلاد الجبلية بحرب القناصات والهاون وهم الأبطال يستعدون لضرب الحاجز. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن تحدثنا عن سبب وجودكم هون والمرابطة حاليا؟ أخي نحن هذا الحاجز إن شاء الله بدنا نقتحمه ونضربه بسبب اعتدائه على إحدى الحرائر. نزلته؟ معنويات مرتفعة لدى أبطال الجيش الحر. يتبعون حرب مدن وحرب جبال. يستخدمون القناصات والأعصاب هادئة. يعتمدون معارك طويلة المدة طويلة الساعات لإنهاك النظام وجعله مختبئا أكثر مدة ممكنة. أهي تلة المهاجم بالإضافة إلى الحاجز القريب منها تلة حين. صانع انت فراغتها لهون طير ولا لغات؟ لا لهون. عم اهلا خود نفس ابو النور خود نفس حجي خليك بس على الغرفة البيضة لانه حركتهم وجيتهم منيها اذا لاحظت هالشي. اجيب لك حجر حجي تقعد عليها بس لحتى ليك اذا فيك تفوتها من الشباك تبع المنفذ كمان بيكون احسن. اي عين على الشباك. اي تمام الغرفة البيضاء اللي فوق عرفت حجي انت الغرفة كان يفوتهم يطلعوا منها اللي براس التلة اللي جنب العلم. لا عفوا مو اللي جنب العلم اللي بنص التلة تحت. ايوه تعالي
الله اكبر، ضربت الهوم بالتل فوق بالتل، حلو حلو. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. خلي زيها على اليمين شوي. هدف محقق في التلة التي يتحصن بها جنود النظام في تلة حينة، قذيفة هاون 120 بمنتصف تلة حينة. الجيش الحر يحصر جميع اللجان الشعبية ومقاتلين الطائفة الدرزية موالين النظام وجنود الأسد في هذه التلة بعد إنهاكهم بحرب القناصات، حرب الرشاشات المتوسطة. معكم محل هون؟ طب النور حكيم حددنا عين على الشباك تبع المفذة وسقطها بنص الشباك، بنص الشباك تبع المفذة. بالنور أوضح لك وأحسن لك، لأنه عم يضربوا من هون هذول، عم يضربوا ما يهم حجي. حاول تضرب على الباب، على الشباك تبع تبع البناء. دير بالك اخوي، قرب راسك لعندي فراغ، لانه ايه عين على الشبابيك تبع المفذ. العساكر كان مبين مظبوط من هون حجي، مبين عليك الباب تقريبا، الباب والشباك تبع الغرفه مبين، شبابيك مبين. ها شبابيك، شو صار التل فوق؟ يا ويلي يا ابو النور. أبى النور هذا في معلمنا. شو مريت؟ لا شو مريت؟ جاء العرب الوطن ما صار فيه الناظور. بسم الله الرحمن الرحيم. شو مريت؟ يلا معلم روح جاي يلا. الله يوفق قاسم. الله يسعدك يا شيخ. حركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة ثوار سوريا في عمل عسكري مشترك انتقام لأحدى الحرائر التي اعتقلت على حاجز حينة. يلا يلا ضبضنا يلا يا مرة يلا يلا أبو علي أتفرج عليها أنا. في شيء لمع من تحت هاي، بس تنزل عطيه عطيه. ها بس تنزل عطيه. والله واطي لتحت ما له طعم. حريشك يا ابو سلم هدايات يا ابو علي، ما له طعم لك. هذيك اجت حلوه اللي فوق بالتله. هذيك شو هيك مأمن؟ يا سيدي لو في لو حجي لو 100 متر بتطب بنص الغرفه. والله سلم هدايات منيحه يا ابو علي. شلون كانت هي؟ هيك بده شي 100 متر لقدام. قول له بدها مو كما يجب، بدها يعني اجت على اليمين بس نزلت لتحت. صح على اليمين بس. يا الله وين جابها يا زلمه. السلام عليكم، شو وضع حجي هلا؟ الحمد لله الامور بخير. الحمد لله تعالى. باذن الله تعالى. تم تحقيق اصابات مباشره؟ ان شاء الله. السلاح المستخدم بالهجوم على التله والحاجز حينة؟ عباره عن دروشكا و14 والهاون وفي قناصات. الحمد لله، يعني اتباع صار لي معكم اكثر من ساعتين، يعني اتباع انهاك العدو بمعركه طويله الساعات. أسلوب تكتيكي جديد أم أنه تفرضه طبيعة الجبلية للمنطقة؟ والله هو طبيعة الحاجز، طبيعة الحاجز أنه ما فينا نقتحم يعني مباشرة، لأنه ما في شيء يحميك. عم نستعمل الأسلحة المتوسطة والهاوي إن شاء الله. هل تم تحقيق خسائر في هذه المعركة حتى اللحظة؟ بإذن الله تعالى. بإذن الله. الهدف الأساسي للمعركة للهجوم على الحاجز؟ الهدف الأساسي أنه عم يأخذوا نساء من على الحواجز، ونحن كل شيء رضينا فيه إلا العرض، خط أحمر.
يعني اذا بنموت اشرف لنا ما انتم عايشين هنا عم ياخذوا النساء. الله اكبر. مشان ثاني مره ما عاد يفكروا ياخذوا مره من على حاجز باذن الله تعالى. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين باذن الله ان شاء الله تعالى يا رب. ان شاء الله. اللهم نسالك النصر والثبات يا رب. آمين. اللهم سدد رمينا واملا ذخيرتنا. كانه نضرب علينا. ها بعيد. يتم استهدافنا الان بالهاون بعد تحديد مواقع ضرب الهاون ومواقع القناصة المنتشرة في الجبال. يا ابو علي الله يرضى عليك. مين عبدو؟ اعداء الله. شو ان شاء الله صاروا معي. الله اكبر. الله اكبر. هاي طلقة 23. مكان ما كلها واقفين. كريم كم واحد نزلت؟ ها؟ سامك ابو قاسم نك على راسي. ابو قاسم نك قول له يلا نزيل. ابو قاسم هذا جديد. ابو قاسم هذا واقف هذا من عندنا. هذول جماعتنا لسه في حدا فوق. الله أكبر. انسحابنا تحت نيران الهاون والمدفعية والرشاشات الثقيلة.
كنا عدنا فيها. نضيع بلد. تعالوا تعالوا كل واحد يفوت بقلب صخره هون بقلب جرف. تعالوا. نكمل يا ابو ابو احيى نكمل. لا لا ارجع يا اخي ارجع. الاحتماء بالجبال، افضل الطرق. نعم ليه يشتغل سلامات ابو قاسم. الله يسعده. يلا يا شباب على المغارات. يلا هون تمام بين الصخور يا شباب.